مش هتقفل الباب؟ برد. بص بقى، بسم الله ما شاء الله، ايه كل ده؟ دي اقل حاجه عندي. يلا بقى كل. عذبوك قوي؟ شكلك كان تعبان قوي من امبارح. بس انت عارف، انت كبرت قوي في عين المعلم امريكي، وناوي كده يحطك في المكان اللي تستحق. المهانة بتوجع اكتر من الضرب يا مريم. بعد الشر عليك من المهانة، ده انت سيدي الناس كلها. اهو سيدي الناس ده طلع على قفاه لحد ما قفاه شقه. معلش، بكره تكبر وتعلى وتاخد حقك من اللي ضربك الطقطقين. طول ما احنا في الكاردة عمرنا ما هنعرف نرد حاجة، هنفضل مستخبين كده على طول. بدينا اهو بناكل احسن اكل وبنشرب احسن شرب، بس مستخبين زي الفيران في الشتاء. كبا اقول لك على فكرة، قولي. انت تقرب قوي من معلم امريكي لغاية ما تعمل لك قرشين وتهبط. اللي بيدخل الكار ده وبيكبر فيه لدرجة انه يكسب منه ويبقى له قيمة بجد، ما بيخرجش منه الا على التربة. بعد الشر عليك يا غالي. ايه بتبص لي كده ليه؟ كل بقى. بتعملي معايا كده ليه؟ عشان اعجب. على يا حسرة. أعدلك يعني؟ أعدي. شكلك كده نفسك تسمع حد بيقول عليك كلمتين حلوين. لو من أي حد تاني غيرك يا مرفت مش عايز أسمع. تسلم لي يا غالي. طب كل دي بقى وبعدين أقول. علشان جدع مخلص وطيب، هو يعني ما يبانش عليك بس والله طيب، وشكلك كده كمان حنين. عارف يا سالك، أنا أمي رميتني في الكار المهم بتاع حدا من بدري. عارف، أنا ساعات كنت بحس إنها مش أمي، كانت بتقسى عليا أوي، كانت بتقسى عليا أكتر من أي بنت كانت شغالة معاها، حتى أكتر من البنت اللي بتعمل لها الشيشة. أنا مش عارفة هي كانت بتعمل معايا كده ليه، يمكن عشان كبرت وكبرتها معايا. مش عارفة إذا كانت عايزاني ولا بتغير مني ولا هي أصلا مش أمي. لحد ما جه أمريكان وكبرها في دماغها إنها تسيب الكار بتاعها وتخش مع كار المخدرات بفلوسها. أياميها إحنا كنا في المعادي وهو كان لسه خارج من اخر حبسه ليه، كان زبون مجرد زبون. بس عارف ايه اللي عجبها فيه؟ انه لما جالنا ساب كل البنات وراح لها هي. ساعتها حصل لها كده حاجه غريبه، حست انها صغرت يجي 20-30 سنه، رجعت مزه تاني، حبته وديت له دماغها وفلوسها، وفي يوم وليلة مشيت كل البنات اللي عندها.
وعشان كنت حاسه انها مش امي كنت واقفه وسط البنات مستنيه اخد حسابي وامشي انا كمان، لكن ما حصلش. ومن يوميها وانا قافله على نفسي باب الرجاله ده بالضبه والمفتاح، ومحرمهم عليا زي حرمه الاخ لاخته، لحد انت ما اتمسكت. يمكن وانت في وسطينا انا ما كنتش حاسه بيك، يمكن بصيت لك مره او مرتين، ويمكن حسيت بقفشتك عليا لما روحنا السهرة بتاعت الراجل بتاع أمريكاني وهو بيعاكسني. أقول لك على حاجة وما تفتنش؟ قول يا مرة. أنا أمي وأمريكاني كانوا مأكدين عليا إن أبسط الراجل ده قوي وامشي على كيف وعلى آخر، بس أنا بقى لما شفت البصة دي في عينك فوقت له وصحصحت له قوي علشان خاطر اقوله مبسوط من غير ما يطول شعره واحده مني. بس عارف بقى انا ايه الهم اللي شاغلني ومش بخليني عارفه انام؟ حاجه قاسيه قوي بس عادي انها تحصل. ايه يا ترى في راجل يعرف عني كل اللي انا عشته ده ويعوزني زي ما انا عايزاه؟ ايه ده فيري، انت هنا يا حبيبتي؟ ازيك يا طنط؟ ازيك؟ وحشاني. تعلمتي البكش من عمر؟ ليه بس كده يا طنط؟ انا كنت وحشاكي بجد، كنت رفعت سماعه التليفون وكلمتيني. عمر حبيبي انت هنا؟ ايوه انا هنا، انا البكاش. ازيك يا قلبي؟ الحمد لله. في دي بقى يا طنط معاكي حق، وانا جيت لك النهارده عشان اصالحك اهو. خلاص ارمي بياضك بقى. يا جزر. ايه جزر ده؟ هتشوفي. سيب يا حبيب قلبي. يا حبيبي. يا حبيبي ويا روحي ويا قلبي. ايه عمر ده ملوش وجود خالص، كلب بلدي معدي في المنطقه. يا حبيبي انت نور عينيا من جوه. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. كنت فين كل ده؟ اشتغل. اشتغل ايه ده؟ هي مامته وافقت؟ طبعا. مالكيش دعوه بموضوع مامته ده خالص، فريده خلصته خلاص. المهم ان هو موجود وفي حضنك وتربيه بالطريقه اللي انت شايفاها. مش اللي انا شايفاها، اللي المفروض يتربى بيها. ماشي، المفروض يتربى بيها. المهم ان هو موجود. طيب ومامته عامله ايه دلوقتي؟ بقول لك ما تشغليش بالك بيها خلاص. الله، هي بس لو احتاجته ويبات مع اخواته كل خميس وجمعه تيجي تاخده وترجعه لك السبت الصبح. هو ده انت عايزاه؟ ايوه. عارف يا واد انت احلى حاجه فيك ايه؟ قولي اي حاجه حلوه كده من الكلام بتاع زمان بقالي كتير ما سمعتهوش. انك قادر تعمل كل حاجه عشان تريح الكل، بتسمع الكل وشايل هم الكل ومحدش شايل همك يا حبيبي. اه والله. فريده يا حبيبتي انا حقيقي ما بتدخلش في حياتكم ولا مشاكلكم، بس عارفه ليه؟ عشان انا متاكده ان انت بتحبي عمر قوي وهتستحملي تعبه. اوعي تزعلي منه يا فريده، لانك لو زعلتي منه مش هيوافق ان احنا نشيل همه، مع ان هو ما بيحكيليش اي حاجه خالص، وانا ده طبعا بيتعبني وبيضايقني قوي، بس برضه بيخليني مصره اني اعمل كل اللي جوايا وكل طاقتي عشان تفضلوا انتوا الاثنين سعداء مع بعض. يا رب يخليكي لنا يا طنط. انت ليه مطمن قوي كده؟ قد انت عامل مصيبه، مصيبه مخلياني مش قادر اقيم عيني في وش اي حد بطلب منه خدمه. انت خلاص دقت بيك، ما لقيتش في الدنيا غير البت الكسر دي. ما تخافش يا حاج، استاذ فؤاد خلص الموضوع خلاص. لا يا عين امك ما خلص، حتى لو ما خدناش حكم فاهم انها ايه، هتعدي جهجهوني كده. هيعملوا ايه يعني يا حاج؟ انا اقول لك هيعملوا ايه. لو ابوه حطك في دماغه الموضوع مش هيعدي على خير. النهارده جاني خبر انه حرك الموضوع في النيابه. امال فاروق سلطان ده مش سهل. جيبها جمايل يا رب.
طب انت الحاج شايف نعمل ايه؟ انا شايف سكة ملهاش تاني انك تقعد مع عمر. انتوا في الاخر زمايل، وممكن بكلمتين اوانطة تبلفوا كلفته. معلش طاطي عادل، طاطي المرة دي ابوك ياما طاطا، طاطي عشان نعدي ونبقى فل. طاطي وانت عارف الكومي ما بيسيبوش حقهم، بعد كده ابقى خده بالكومية. طاطي عشانك وعشاني، طاطي عشان ابوك. يعني هعمل ايه يا حاج؟ انا لبست له الوش من اول لقطة. لا اقلعه واشتري بقى، اشتري وانتو وكلمه في الحنين، في الزمالة، العيش والملح، اخته بوده فهمه انك غلط وان اللي حصل ده مش هيتكرر، وكل بق تقوله له دخله فيه الزمالة والعيش والملح. معلش معلش، فاهم عادل؟ عديها عديها عشان خاطر ابوك لاجل النبي. فاهم حاجه؟